أبغى خمسة خمسة من الحضور يكونون في يوم من الأيام سمع آية من كلام الله أو سمع مقطع من كلام الله فتأثر بهذه الآية وبهذا القرآن وتغيرت حياته للأفضل. أبغى خمسة بس، أنا لو طلبت خمسين حيجون، أبغى خمسة يشرفوني على خشبة المسرح يقول لي إيش الآية اللي أثرت في حياته وغيرته للأفضل. تعال والله يا أخواني إذا أردنا أن نتأثر وأن نؤثر فعلينا بكلام الله. إذا نبغى حياتنا تتغير من اليوم أقبل على القرآن، أقبل على السجود. يا أهل الآية يا ليت دقيقة متى سمعت هذه الآية؟ سمعتها من الشيخ منصور. الله. قبل كم؟ أنا كل يوم أسمع الشيخ منصور. لا بس أول مرة تقريبا قبل كم؟ أول مرة تعرفت عليها منتزه خليفة. قبل سنة تقريبا. إيه. طيب إيش هي الآية؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يسعدك. خلاص أنا بأفنش الشيخ منصور من اليوم أنت تروح مع المحاضرات. إيش أثرت فيك؟ حياتك تغيرت للأحسن للأفضل، كيف مشاعرك كيف قلبك؟ والله مرتاح من بعد القرآن. من بعد القرآن وعلاقتك مع الله زانت. الله يوفقك. الله يوفقك. إحنا سعيدين جدا بشوفتك، أسأل الله أن يرضى عنك. بارك الله فيك. نسمعها من الشيخ منصور. الشيخ نايف بس صدقني منك أحلى كان. الله أكبر. بالله خلي عيده يا شيخ. تفضل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن قلبك ويجعلك. ذكرت آية بسبب أخويا اللي قرأها، آية أخرى الله عز وجل يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. عبد الله، عبد الله إيش الآية اللي سمعتها وأثرت في حياتك؟ يقول الله عز وجل في كتابه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله متى سمعت هذه الآية؟ والله من صغر يا شيخ، لكن أثرت فيني في محاضرة من فترة، يعني تقريبا 7-8 سنوات كذا. طيب وش صار فيك بعد ما سمعت هذه الآية وتأثرت؟ والله يا شيخ، يعني الشيخ اللي ذكرنا يا جزاه الله خير، يعني ذكرنا في الموت والآخرة وعاقبة الإنسان والجنة والنار، وشرحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط والجنة والنار وطريق الصراط وكيف يمر عليه الإنسان مسرعا وكيف يمر عليه بطيئا والمراحل التي يمر الإنسان فيها في نعيم الجنة، فيعني ذكرتنا بالآخرة بالمرحلة التي قد يصل إليها الإنسان في هذه الدنيا، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني دائما جعلتني هذه الآية دائما أتأكد يعني أن الإنسان في هذه الدنيا هي حياة صعبة، هي مشقة، الوصول إلى طريق الجنة دائما لن يكون ملبد بالورود، هم ملبد بالصعاب. يقول الله سبحانه وتعالى فمن زحزح، الزحزحة في اللغة العربية لا تكون إلا للشيء الثقيل، فهي شيء صعب جدا في هذه الدنيا، لكن إن تمسك الإنسان وتوكل على الله واتقاه فبإذن الله سبحانه وتعالى سينجو من هذه. قولوا أمين، قولوا أمين. الله يزحزح
وزحزح والديه وجميع المسلمين والحاضرين عن النار. قول آمين. وكيف حياتك الآن بالله لما أنت صار في حياتك ذكر للآخرة، ذكر للموت، ذكر للجنة للنار، هل حياتك أصبحت كئيبة؟ لا والله الحمد لله، يعني دائما نحاول قدر المستطاع أن نرضي الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطأ، لكن مهما أخطأنا من ذنوب نتأكد أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. الله يوفقك. الله شيخ نايف، تفضل شيخ مصر. عندما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والله الفوز الحقيقي مو لما يفوز فريق، لا والله الفوز الحقيقي لما تنجى من النار وتدخل الجنة. الله أكبر. والله العظيم يا إخواني الفوز الحقيقي الله عز وجل في القرآن سماه ذلك الفوز الكبير. إيش هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله